مرحبا بكم معنا في الحلقه الاولى من برنامجكم هندار. البرنامج اللي غادي نقولوا لكم فيه كاع اخبار الراب المغربي اللي عارفينها وحتى اللي ما عارفينهاش. جرافيتي، الراب، بريك دانس، كلشي. ونبداو اول خبر مع الرابر الفردان اللي غبر دابا اكثر من عام باش يوجد لنا الالبوم ديالو. وفي هذا العام هذا اللي غبر فيه طراو ليه بزاف ديال المشاكل، منهم تهرس، دار كسيدة، ما بقاش مع المانجر ديالو، والسيد دير غير كاقول وشنو طرا ليه. هادي غير عوينه وضربات. ربيت شحال هادي ودابا جينيراسيون بينو بين، ما نقدر ما نجديد ماك لي حسكه وسط الرين، كنحتارم فوك البيك. ولكن الحمد لله هالفرد رجع بالبوم كوشمار اللي دابا تقدروا تلقاوه كاع لي بلاتفورم ديجيتال. وكيف ما بان ليا انايا لي فان ديالو كاملين عجبهم. بغيت غير نعرف واش عجبتكم الموسيقى ديال الفرد ديال شحال هادي ولا ديال دابا؟ نشوفكم في لي كومونتير. كلشي عارف بلي كان واحد ليفينمون اللي هو مهم بزاف، فيزا فور ميوزيك، ليفينمون اللي من خلاله كيتعرفوا لي زارتيست المغاربه على لي لابيل ولي زارتيست اترونجي. المهم كطيح الهوسه، هزينا الماتيريال، هزينا الكاميرات، مشينا من كازا حتى الرباط باش نحضروا لا سين اوربان. الكاليتي عيانه حيت ما لقيناش فين نحطوا الماتيريال، ما لقيناش فين نحطوا كاميرات، داكشي كان مال اورغانيزي. مالك اخويا؟ ها يا خويا التيكي ديالنا. الناس مخلصين لي تيكو وما خلاوهمش يدخلوا، اما واحد لي سيكوريتي دايرين فيها مالين شي، تقيتو يخنزرفك، تسولو يخنزرفك يخنزرفك. هادشي ماشي مشكل، حنا عارفين هادشي، عارفين دير الراب محقور في هاد البلاد. ومن مورا ما دوينا حنايا والناس حتى هما دواو، فيزا فور ميوزيك رجعت الناس كاملين اللي خلصوا لي تيكي وما دخلوش فلوس ديالهم، وهذه بادره زوينه. كنتمنوا العام الجاي ان شاء الله تكون لوغانيزاسيون مزيانه، الناس ديال لي ميديا عندهم بلايص، واللي عندهم لي بادج يكون عندهم بلاصه فين يوقفوا وبلاصه فين يحطوا الماتيريال ديالهم، والبوبليك في بلاصه. راه مايمكنش نتخلطوا معاهم، كيفاش حنا غادي نحطوا كاميرا والزحام وبنادم كيجي من هنا كيجي من هنا كيدفع من هنا؟ راه امبوسيبل نصوروا في هذيك لوغانيزاسيون اللي ماشي هي هذيك. ولوغانيزاسيون ماشي هي هذيك غير في لاسين ديال الراب، سبحان من خلقنا. تشيكو تشيكو اوتلا بورتوريكو تيو معكم لي خبليكو تشيكو 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 طوطو دو لي بران لاحو كليب اللي سماوه تشيكو، وكيف ما شفتو كان طالع في طوندونس، يعني عجب بزاف ديال الناس. ولكن بزاف الناس انتقدوا التراك من واحد الكوتي وقالوا ما ميكسيش، واش هادشي بصح؟ التراك ما ميكسيش، ها نقطة مهمة، التراك ماشي ما ميكسيش، هذاك الكليب اللي درنا حنا ستريج، وستريج في قبل لك الصوت ديال تشيكو مثلا فاش كوصل الرفران تيبان لك كلشي تيقول تشيكو، كتسمع لافو ديال بنادم اللي كان معاك في الكليب، واش فهمتي البلان؟ الصوت ديال الفلاما، الصوت ديال التصاور زعما فاش كدير شوتينغ وسط كليب كتسمع تك ديال التصاور تشوشيات، دونك هادشي حنا دايرينو اكس بخي في الكليب، فهمتي البلان حيت كليب ستريت، وهادي هادي الطوندونس اللي كاينه دابا، واش فهمتي في كليبات كاملين. تلقينا واحد الخبر محزن اللي بقى فينا الحال بزاف عليه، واللي هو الوفاة ديال الأم ديال المورفين. وباسمي وباسم ليكيب ديال ستريت أخت كاملة كنبغيو نقولو لك البركة في راسك، والله يعوض محبتها بالصبر.
حليوه اللي كنت عطل غير شويه كنا كاملين غادي ديزابونيو. اللي صغار كبروا اللي ما عندهم الحياه ناط ليهم والسيد مازال ما لاح لينا الالبوم ديال لاستري شي فيدا با شي ماركو با كانجو با. البوم لاستري اللي تسجل في استوديو هيبه واللي خدموا فيه بزاف الناس اللي بروفيسيونيل في الدومين اخيرا خرج. انا جيت ماريا دارو بيناتنا باريا بلاتي يا محلت ولدو شي بامبينو شريلي كتار اللي تقدروا تلقاوه في كاع لي بلاتفورم ديجيتال. وحليوه بان ليا غادي يبان لكم كليب على ما بان ليا تقدر عاوتاني غبر شي 15 عام 20 عام اللهم اني قد بان ليا. تاني اللي مو مغربيه وباه من اصول افريقيه خرج كليب سماه جينيراسيون بيزار. هاد كليب اللي عباره عن بلان سيكونس جينيراسيون بيزار دماغي عنده الفيزا كيسافر بلا فاليزا خاصك ما تكون دايزا. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي بلان سيكونس من اكسيون حتى الكوبي ما كتقطعش الكاميرا كيف ما شفناه شحال هادي في التراك ديال او ماي جاد اللي كان معاه ويست وشايفين وماد حتى هو كان بلان سيكونس واللي كان واعر بزاف بزاف. الرابر دريزي اللي بان لينا غادي بواحد الوتيره اللي هي زوينه بزاف وحاليا خدام معاه ليكس ماناجر ديال الفرده لو غرو. التراك ديالو الاخر مع ايلي واللي سماوه هنيه عجب كاع الناس وبزاف ديال لي زارتيست وبزاف منهم اللي داروا فيديوهات وكيغنوا عليه. ساكنه في خيالي ميا موريتا ريتا في قلبي راك غالي بيبي عنيتا ريتا واخا نكون مالك قلبي كم تيتا. التراك اللي في اقل من 16 ساعه طلع هو الاول في التوندونس ولكن واحد الحاجه اللي جاتني شويه بيزار التراك فيه 58 الف مشاهده وهو الاول في التوندونس. ما عرفتش واش الكونتور كان بلوكي ولا لي لايك كانوا بزاف ما عرفتش. وتالي هنا كتكون سالات الحلقة ديالنا ديال هندا وان شاء الله نتلاقاو في الحلقة الجاية اخبار جديدة وما نساوش We are 3R.